أقامت مؤخراً مجلة الديرجست حفلها السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في جميع المجالات الإعلامية والفنية والرياضية. حضر أكثر من 70 شخصية فنية وعامة. تم تكريم عدد كبير من النجوم، منهم الفنان أحمد حلمي ومنى زكي وباسم سمرة وأيتن عامر ورامي صبري وغيرهم من نجومنا ومبدعينا. كما تم تكريم الإعلامي الكبير وائل الإبراشي وعمرو أديب والكابتن أحمد شوبير. أما عن جوائز الدراما ففازت الفنانة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة، وهاني سلامة أفضل ممثل، وفاز الفنان أحمد حلمي بجائزة أفضل ممثل كوميدي. تعالوا مع بعض نلتقي ببعض المقربين في حفلة الدير جست ونفتكر كلامهم عن تكريمهم. أنا بحب أرحب بيكم كلكم وأشكركم لحضور مهرجان دير جست العاشر. أقيم مؤخرا حفل توزيع جوائز مجلة الدير جست بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام اللي حصدوا جوائز المهرجان بعد ما قام الجمهور بالتصويت على أعمالهم في عام 2013. من أبرز الفائزين أحمد عز، دنيا سمير غانم، ومنى زكي، وأحمد حلمي، وأيتن عامر، وأحمد زاهر. لا أكيد أحلى جائزة بتبقى جائزة استفتاء جمهور، لأن احنا بنشتغل يعني عشان الناس، فلما الناس تبقى هي اللي بتديك صوتها ومتابعه الشغل ده بيبقى احلى حاجه. يعني اكيد هو طول الوقت الواحد بيبقى نفسه يقدم حاجه، اول حاجه هو يحبها ويحسها، وبالتالي اول ما الواحد بيحس الحاجه بيعرف يوصلها للناس. يعني بحضر فيلم، بس مش عايزه اقول ايه هو لغايه لما ناخد فيه خطوات اكتر لقدام، يعني ان شاء الله. كل يسيب اللي في ايده ويركز معايا. قد اهديتموني حبكم واحببت فيكم العمل الاخلاص. الله يبارك فيك وخليك ومرسي، ومرسي كل الناس اللي صوتوا لي علشان اخد الجائزه وابقى النهارده واقف هنا معاكم، وبشكرهم من كل قلبي. وعايز اقول لهم ان دي جائزه خاصه ليها مقدار خاص في قلبي لانها من اختيار كنت. عملت كتفك كده الانجاز. انا بشغل على فيلم اسمه صنع في الصين، تاليف مصطفى حلمي واخراج عمرو سلامه، وهو الحقيقه الاسم ده اسمه مؤقت، احتمال يكون الاسم الدايم او المؤقت مش عارف لسه. الفيلم المفروض هنبتدي تصويره الشهر الجاي باذن الله فبراير، وينزل منتظر في العيد الصغير ان شاء الله باذن الله. هو انا عيل تايه؟ بتقول لي اسمك ايه؟ ما قلت لك مش فاكر حاجه خالص. المستشار نوح نصر الدين قضى الله محمد عبد العزيز مصطفى شوكة الأولمبي. انت يعني بتعايرني عشان مش فاكر اسمي؟ الفيلم بص الثيم العام بتاعه بيتكلم، او الموضوع العام بتاعه بيتكلم عن العمل، عن فكره العمل والاهتمام بالعمل وتنظيم الوقت، وهو في فرضيه كده او يعني في افتراض كوميدي لو انا قلته فعلا. مش يعني هو الفيلم قايم كله على الفرضيه دي بيني وبين حد، بس هو يعني بيتكلم عن اهميه العمل بشكل غير مباشر طبعا، بشكل سينمائي يعني. والفيلم كوميدي من اوله لاخره. الحمد لله احساس جميل، وكل اللي عايزه اقوله ان يعني مسؤوليه اقوى، وده استفتاء ما فيهوش هزار. يعني دير جست فعلا عودتنا على ان مفيش مجامله، ده مجرد مسج بعته من الجمهور للفنان تقول له ابدعت، احسنت، تميزت. وده بشكر كل صوت دخل وعمل لي فوتنج في التصويت، وبشكر كل مجموعه الشك على ان هم اتاحوا لي الفرصه ان انا الحمد لله خدت جائزه الابداع من دير جست. يعني سعيد جدا بالجائزه طبعا، وسعيد بالتكريم انه جاي من مجله مهمه زي دير جست، ومجله كبيره استفتاءاتها مهمه، دايما بيجيها كل نجوم واهم نجوم مصر واهم نجوم الوطن العربي، وبحب ان الاستفتاء بتاعها بيجي عن طريق الفوتنج، عن طريق الجمهور، فهو استفتاء حقيقي، فسعيد جدا بيه. بشكر كل الجمهور اللي اداني صوته ان اعجب بيا في فيلم نظريه عمتي، سعيد ان باخد الجائزه عن فيلم نظريه عمتي. الكره طزت قدامي حطيتها في الجون، لقيت الحكم بيصفر تسلل، ما اهتمتش غير لما سلمت له الشورت وكشفت حقيقتي بس. شيء بيسعدني لان الفنان لما بيعمل عمل بيبقى كل اللي بيتمناه ان الجمهور ينبسط من ادائه، فطبعا
شيء بيسعدني الفيلم اخراج الاستاذ اكرم فريد، ومعايا الشباب حورية فرغالي والاستاذ حسن الرداد. فيلم دمه خفيف، مكتوب بطريقه لذيذه، الدور جديد، الحمد لله الناس انبسطت. اول عمليه في الخطه عمليه ولع الكشافات. هي جايزه الفيلم من اخراجي اللي هو نظريه عمتي، والجايزه لاثنين ممثلين في الفيلم، حسن الرداد كاحسن ممثل عن فيلم نظريه عمتي، ولبليبه احسن ممثله كوميديه عن فيلم نظريه عمتي. ودي تاني جايزه لبليبه بعد فيلم عيله ميكي، يعني كل فيلم بنشتغله مع بعض هي بتاخد فيه جايزه، فانا جاي اهنيها وجاي اهني حسن، وجاي اهني برضو شركه نيو سينشري على انتاجها وعلى الفرصه اللي شركه نيو سينشري دي تاني عشان اعمل فيلم جميل زي نظريه عمتي. طبعا انا مبسوطه ان انا متكرمه عن فيلم الحفله، ومبسوطه ان الفيلم واخد جوائز كتيره. ببارك لكل زملائي، ببارك لعز ورجب، وبارك للأستاذ أحمد علاء عشان هو واخد كمان جائزة أفضل مخرج، وبارك لكل الناس اللي في الفيلم، الأستاذ أحمد، الأستاذ وائل عبد الله، لأن الفيلم كمان واخد جائزة أحسن فيلم، ودي تاني مرة اللي أتكرم في ديار جيست، فسعيدة جدا، وببارك لكل الناس اللي واخدين جوائز النهاردة. البطولة الجماعية والكتابة المميزة والإخراج المميز والإنتاج المميز، مجموعة الممثلين الجمال الرائعين، كل حاجة كانت حلوة الحقيقة في المسلسل ده. أنا اليوم موجودة كضيفة، ببارك لكل أصحابي الفنانين اللي حياخدوا جوائز واللي حيتكرموا. موجودة كبنت في دير جيست، كل سنة يمكن ببقى موجودة. بس الجائزة النهاردة عن فيلم هرج ومرج، الفيلم بينتمي لنوعية سينما مستقلة، الفيلم حصل جوائز برا مصر كتير قوي الحمد لله، وبياخد جائزة النهاردة جوا مصر. أنا بتكرم كأفضل ممثلة شابة عن الفيلم ده، والفيلم كمان واخد في نفس المهرجان جائزة أحسن فيلم. يا رب ما تبقى آخر جائزة إن شاء الله، لأنه كان يعني كل كاست العمل بصراحة اجتهد جدا في الفيلم ده، سواء المخرجة أو المنتجة أو الأبطال الشباب والكبار كمان اللي كانوا معانا ونورونا. يا رب إن شاء الله نبقى عند حسن ظن الناس، ونفضل نقدم سينما تعجبهم وسينما تبقى بجد. كان حكاية في حكاية حياة، اجتهد وغير من شكله وأدائه، النجم أحمد زاهد. الحمد لله، طبعا المسلسل كان من اهم المسلسلات في رمضان ونجح نجاح جامد جدا، وشخصيه جو او يوسف اللي انا عملتها نجحت جامد جدا مع الناس، وانا سعيد بجد يعني بالنجاح دوت، وسعيد بالجائزه دي بالذات بتاعت دير جيست، لان جائزه دير جيست جائزه محترمه وقيمه، والتصويت فيها صعب جدا انه يتزور، فجائزه طالعه من قلب الجمهور يعني. استمرت فعاليات مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية لمدة أسبوع كامل، وشارك فيها 62 فيلم من 20 دولة و23 فيلم في مسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية، وشارك 70 شاب من محافظات الصعيد و30 شابا من طلاب أكاديمية الفنون بالقاهرة، وفي ورشة فنية متخصصة لتعليم الشباب أساسيات صناعة الأفلام والتصوير السينمائي، حرص المنتج محمد حفزي والمخرج عمرو سلامة على عرض فيلم لا مؤاخذة في حفل الافتتاح، وكمان تم عرضه مرة تانية في المهرجان ونال الحقيقة إعجاب وتقدير الجمهور والنقاد. الفيلم بطولة الفنانة كندا علوش وهاني عادل والإخراج لعمرو سلامة. تعالوا مع بعض نلتقي ببطلة الفيلم، فيلم لا مؤاخذة، الفنانة كندا علوش ومخرجه عمرو سلامة والفنان كمان هاني عادل، ونشوف هيقول ايه عن مشاركتهم في المهرجان. السنتين اللي فاتوا ما غابش عن المدرسة ولا يوم، هاني ما كانش بيعرف ينام الا لما بيصلي هو وباباه سوا. انا النهارده بشوف الفيلم الاول مره مع الناس، فكان فلسه باخد رد الفعل الاول. صراحه انا كنت مبسوطه من الفيلم، وشفت ان رد الفعل الحمد لله من الجمهور كان كويس قوي، الجمهور زي ما شفت كان كبير جدا وكان متفاعل. انا حاسه ان الى حد بعيد رساله الفيلم وصلت للناس، الناس كانت فعلا متفاعله بشكل ايجابي جدا مع الفيلم.
كونه هو يكون فيلم الافتتاح انا بالنسبه لي دي حاجه تضيف للفيلم. بالنسبه لي لما يبقى فيلم مصري للدرجه دي معمول بنفس مصري حلو ان هو يبقى اول عرض ليه في مهرجان مصري قبل ما يطلع حتى بره ويروح يشارك في مهرجانات بره، مهم ان هو يكون في مهرجانات مصريه. احنا النهارده فقدنا شخص عظيم بنحبه كلنا. دي عقود كل حاجه بقى يا عبد الله. ومالها مدارس الحكومه؟ حلوه الحكومه؟ حد يقدر يقول على الحكومه وحشه؟ شكلك ابن ناس. واللي جابك هنا هاني عبد الله فيه. خلاص انه بيعرض كميه كبيره من الافلام المصريه اللي يمكن هي ما كانتش افلام تجاريه قوي، ما عرضتش كتير في صالات العرض، فانا شايف انه مهم جدا الريبرتوار والعرض اللي هو بيعرضه. في افلام اعتقد انها افلام حلوه، انا مشارك بفيلمين، فيلم لا مؤاخذه مشارك فيه بالمزيكا وطلع دور شرفي في التمثيل، ودور مع استاذ محمد خان طبعا في فيلم فتاة المصنع. اخويا زي ما ضربتوه في شارعكم هيتاخد حقه في شارعكم. لان الكلب منكم يفقد عقل. اعمل دماغك يا انت بابا عشان تشوفوا بس نبقى شايفين متحابين متعاونين. انا ما بحبش اقول على الفيلم اسمها افلام مستقله، انا بحب فيلم حلو وفيلم مش حلو، معلش انا اسف يعني الاعلام كله يعني والصحفيين وكل الناس مع احترامي لرايهم ما فيش حاجه اسمها فيلم مهرجان وفيلم مستقل والكلام ده، في حاجه اسمها فيلم حلو وفيلم مش حلو.